راكم هاك السماء. السلام عليكم يا سماء، ما مش جيم مليح نهارا؟ توا وحده توا خدامين ناس مع السيورو. ساعة سري غيجن السيد هشام دريوشي، هشام دريوش، هشام دريوش يسقان مايا ثنومي قان مايا ساشتاح ثنيم خميت مرقاني بوليسن خي حنجي عندي مزيانا تطفنت نتقنس 600 دولار قانا سنو غاهم تشمنت مايا رفضيحث مايا ساشتاح سروح تقاريخت في ويريخت عربحة تكسي ديس بودي زان الشرب الويسكي البوزي دا المحية البوزي دا مبيرة بلاتون سادين بلاتون سومو بلاتون كابايو بلاتون كروفيت بلاتون لادوغاد يزيدو زيدو 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 زيد يقلون 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 رم قدم وذي سيازو رم قدم الناس معايا الجيت من تو حد جاي يسمع سو حسي ويدي يجن السيد خد زام يساور نيث قناس هشام دريوشي سو حسي ويثيد الناس واحد يتقبرز بيلي فولا يتكورشي يشنف يتعمى حشيشة يتفارغ الويسكي يشن في سرمان يتبدل الموسيقى الناس هذا شكش 600 دولار وما يروح هذا يبدل الموسيقى يقص ستاتي ثاني دي ربحة الناس اللي غاش قاية أحزار ولا مش سقان أحزار بوز تجيفني أشمرار عايزني تغذيني إذي دي جبدن سخاريق ثنش تغارو حفاكا سيكيسي تغاي ذي النوتير نهني عارين تخبارنا ساقتي داني تانا رغان تخافين انت ذي روحن شكر مقدم انت فضيحث او النوي تسلحين التخي على الزمن زم قدمات من ميثا عزوز هشام دريوشي ايرو حاث الدهو وحن جعلني الناس يثمغاه نسمي جوا عيزنم الناس قاي فغ الناس نيمان يفغ الناس يوحك مايا الناس من يوحك مايا ما عليش فهمت وما يعقب بونس يعقب بونس يخصد يحضي زا مايا ودا مايا ودا مزي تفنى مني مايا مرفضي حث حشا لله اللي تكوني مايا مايا إلي كوم سا سي با إلي كوم سا فهمت ما عينت فضيحت ومي يروحو حنجي عني يقيم ديري تي عزي سامي توحر ارمي يوحر مسكين يوحاس المخدم يتلغى هشام دريوشي هشام دريوشي ويري غيغ معايا يجبدي تي زير وسط تاخي عايزني استيكس الدكفوس رب قدم نتفضيحت وين واحد يجبد معايا ولدك اسمي اتصلتها الله ينعل وصلك معايا تروح الواحد يجبد هشام دريوشي ايوا اخوتي نعاود لكم بالعربيه مايا مايا نتفضيحت مايا مشات دات ريخت نتاعها راسها نتوما غير مشيتو درتو معاها استجاب هضرات معاكم سكتو عليها خفتو منها هي اللي مشات دات اخت نتاعها معمره حتى لهنا بالبيء والمسكي والمحيا والبيره والشيشه والفاخر دات دري سميتو هشام درويش
قالت لها جي معايا بيلي فولا. قال لك مسكين ما يعرفش هو بيلي فولا، كيبكي كيبكي غادي تشوفوه. قالت له دير كل شيء. النوم توفي، النوم توفي الفيلم، واحد الراجل كيدير كل شيء، كيشطب كيغسل الكالسويات كيحك الدهار كيدير كل شيء. الله يدير لكم حلسه المغاربه التواجر اللي كياكلوا الفقراء، اللي عندهم الفلوس ما كندعيش عليكم، كندعي عليكم كتاكلوا الفقراء. الله ياكلكم ان شاء الله الحنوشه في يوم القيامه اللي كياكلوا الفقراء. الدل نتاع الناس اما عيانش فضيح. الله يعطيك تبهديله ملي قلتي الراجل اجي عندي كاع عشيه ب 6000 ريال، نهار اللي كمل قلتي له ما نعطيلكش، قال لك باش قلتي له ما كتشد الشاك 6000 ريال. الله يعطيك 6 كيات، 6 فوق 6 حتى تكملي 60 كيات، 6 فوق 6 وكيات تجي لك من فوق. الجيفه الكلبه الخنزه ملي قال لك عطي ليا باش ندخل لولادي، قلتي له سير ولا نكمل بيك كتر من اللي دار لك المقدم. الله يدير لك حلسه، الله يعطيك تبهديله، راكي تبهدلتي ماشي بقالك شويه. الجيفه الكلبه الخنزه نزيدك مازال ابوطانه. نخليكم مع السيد، السلام عليكم. اسمع سيدي، ديك العشيه هذه قدرت لها الجميرات فوق الشيشه، عدلت لهم تقريبا واحد ما يزيد على واحد 40 شيشه اللي كما هذيك العشيه هذيك. كنهضر معكم والبكا كيجيني لان ما علاش الحقره 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 هذيك الحقره رزقك، انت خدمتي عشيه كلها ورزقك مشالك، خدمت دي جي درت لها الاغاني اللي بغات، قلت لك ستاتي عاود كتغوت عليا وكانت غدفعني في البحر كاع، قلت لك لا ما قلت لك ستاتي دير لي الاخرى ماشي ستاتي، قلت لك دير لي الاخرى احوزار، كانوا كيشطحوا على احوزار مع شي ناس تما هما اللي فكوني شي وحدين الناس اللي عمرها دار واحد الراجل راسو راسو بيض راجل السفا هذاك وقيلا كان مسؤول وقيلا شي حاجه مسؤول كبير هذاك وقيلا لما شكيت انا من خلال الوجه ديالو داك الشيء عنده راسو بيض انت دفعني في البحر هو مسكين اللي قال لا 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 ما تعديش عليه راه مسكين غير درويش هذاك وكذا. المهم علينا اسيدي، بقيت اسيدي العشيه كلها معاهم وخرجتني وداتني معاهم وسول المقدم فيا في الحومه واش انا يعني مكون فيني في الدار ولا ما مكون فينيش فين انا، يعني قال المراه ديالي فين كاين السيد وفين راجلك، راجلك ما كاينش في الدار. قالت له راجلي انا راه في يد سليمه راه في يد مضمونه راه ما كاينش ولكن في يد مضمونه. قال لها المقدم كيفاش في يد مضمونه، كون فين مخصو يكون في الدار؟ لا لا قلت له لا راه مشى راه داتو مايا راه في وسط البحر مشى معاه في الباطو ديالها راه داتو مايا. ملي تسمع المقدم مايا صافي مزيان. المهم من سمع هو مايا صافي قال لها ماشي مشكل راه في يد امينه دونك مايا راه معروفه وداك الشيء، يعني منين مايا راه مع مايا اذا راه بخير الامور راه مزيانه. المقدم صافي تكالما قال لها صافي منين قلتي لي مايا ما عندي ما نقول شاب حالته المقدم. ايوا هي هذيك شويه هي هذيك صونات عليا المراه في التليفون وداك الشيء باش تعطيني هذا الخبر هذا ديال الاخر ديال المقدم. قالت لي راه المقدم راه جا من موراك للدار وداك الشيء وراه شنو قلت له شنو قلت له وانا راني خفت وقلت له مايا وراه ما قال والو راه قال لك الا كانت مايا صافي راه بحال الا طابعين الكاشي يعني يعني القضيه مضمونه صافي يعني ما يراها ما لا مضمونه معروفه هي بحكم معروفه وبحكم يعني كذا ماشي مشكل. المهم غير نتوما تكونوا كونفيني في الدار ولكن هي ماشي مشكل واخا تخرج تمشي للبحر مثلا ولا هذا وتضرب دويره بالاخت ديالها ولا تضرب شي هاد الشيشه الجره وداك الشيء ماشي مشكل. الدنيا هانيه هي بحكم العمل ديالها وبحكم المقر السكنه ديالها معروفه وداك الشيء ماشي مشكل. يا سيدي هي هذيك الوساسه معاهم العشيه كلها كما قلت لكم العشيه كلها في الجره تما والرقص ولا دونس داو معاهم اسيدي الحوت زيد طيبت الحوت باقي عاقل درت لهم الحوت درت الشرموله وجدت لهم اسيدي
واش كاع داكشي اللي بغات؟ المهم الكوزينه درتك نهار كنت بوليفانو، ما نكذبش على الله، راه هادشي قالته لي وقبلت به، انا قبلت به، قبلت بهادشي هذا، ما نكذبوش على الله، راه قبلت انا بهادشي. قالت لي واش تخدم بوليفانو؟ انا ما كنعرفش يعني بزاف ديك الكلمه بوليفانو، الاول فاش قالتها لي مع قالت الكونسي بوليفانو، سولتها قلت لها انا ما فهمتش شنو كتعني بوليفانو، قالت لي زعما كي كدير كلشي يعني باس باختو، يعني كتخدم كلشي يعني سبعه ديال الصنايع والرزق ضايع. قالت لي هذه كتعني هادشي اللي كتعني بوليفانو، سبعه ديال الصنايع والرزق ضايع. قلت لها اسيدي ماشي مشكل، الدنيا هانيه جاتك ودي مايا، منين غير نتيا وداك الشيء وبنت الشعب ماشي مشكل، نمشي معاك. منين سولتها قلت لها ودي الكونفينمون دابا وداك الشيء، الحجر الصحي فين غاديه بيا وداك الشيء، في وسط البحر على حساب المقدم، كيجي كيسول فيا مع السته، قالت لك المقدم ضربوا على حسابي. قالت لي كون هاني اودي جواد، كون هاني مع كنيتي انا جواد درويش. قالت لي نيت راه اسم على مسمى، انت كنيتك جمال درويش وراك درويش، جواد درويش وراك درويش، حتى هو اللي يصلح ليا. مشينا سيدي، المهم دات معاها الخير وداك الشيء، الخنتوم انتوما مالين الخير، المهم الخير موجود، باقي عاقل الشرغو، السمطة، الراية، السردين كوربة، حيت كنا بزاف، كانوا بزاف معاها ديال الكسبيتو، دات معاها واحد لاكليك، لا بزاف المهم وداك الشيء، كتبغى تدير المغنيين وداك الشيء، ولكن معاك سميتو دابا الحجر الصحي، عيطات لهم وداك الشيء، قالوا لها من بعد، ما يمكنلاش دابا دابا غير سيدي ديالنا، دي غير لي سيدي. دي معاك دي جي وداك الشيء، دي جي ما داتوش كي قلت لكم انا كنت بوليفانو، خدمت دي جي، خدمت كويزيني، المهم داك النهار هذاك درت كل شيء، وكنشكر هذاك الراجل، واحد الراجل راسو بيض، هذاك الراجل الله يعمرها دار وقف معايا، هذاك السيد هذاك تغطى وحدي كتقعدني البحر وداك الشيء، حضرتني قالت لك لا، قلت لك حوزار ما دير ليش شتاتي، دير لي حوزار، قلت لها راني سمعتك، قال لا مايا، ولكن انا راه غير على حساب كنت كنقلب الحوت ما رديتش البال، معاك كنت كنقابل لهم الحوت كان قابل الشيشة عاود غير تخون عمرها لهم بالجمر ومقابل الاخر ديت الاخر ديت شي عاود كندير لهم لي سيدي. ايوا هذاك الشيء باش وقع عقلي يعني مع ودابا المشكلة فين كاين اخوتي لغز القضية دابا الاخر المشكل فين كاين هو فانه قلت لكم دابا واخا قلت لكم هذا الشيء كله والمشكل فين كاين شي كيجيب لي البكاء هادشي كيجيب لك انا مرزقك مشى 6000 ريال درت معايا باش تعطيني 6000 ريال 6000 ريال درت معايا تعطيني 6000 ريال ما عطاتني والو وصلنا للشط بالوصله ديالي للشط والمقدم كيشقمني شدني المقدم نقز عليا غير بوحدي في الباطو عاود الراجل المسكين عاود فكني مسكين اللي راسو بيض راسو بيض ووجهو هو احمراني ووجهو مشور باين شي حاجه المهم في البلاد هو اللي فكني مسكين من المقدم مني من السنان ديال المقدم جبدني قال له السيد معانا سير بحالاتك صافي خليه المقدم صافي ما طواش الهضره زاد بحالاته ومشى ورا تعرض ليا المقدم للباطو تعرضنا لسميتو جا حتى للفور فين كيكاريو في المارينا جا المقدم تماك المارينا بالجلابه ديالو باقي عاقل بالجلابه بيضاء جا المقدم حتى للمارينا كيسول عليا تماك بداك البوق ديالو كيغوت جواد درويش جواد درويش جواد درويش كيغوت كيغوت ما كيغوتش المايا وداك الشيء وهذوك المايا والاخرين كيغوت جواد درويش جواد درويش انا درويش جاي غير عند جواد درويش وجاب لا فكني هذاك الراجل هذاك راسو سلطه هو راسو بيض وحمراني في وجهه هو اللي فكني جيت اسيدي هي هذيك نقزنا الشط من الباطو من داك اليخت ديالهم تبارك الله واحد اليخت تبارك الله ما نعاودلكمش عامر بالخير عامر قلت لا جا في كلشي في البرود مبرده لداخل القضيه المهم كلشي موجود كلشي موجود خير موجود كلينا وشربنا ما نكذبوش على الله داك العشيه ولكن وصلنا قلت لها داك الثمن الاخر ديالي قلت لك انت ما كتشدش الشيك الشيكات وداك الشيء ما عنديش كي ندير لك دابا خليت نعيط لك من بعد قلت له واش ندخل دابا الوليدات ديالي قلت لك انا ما عندي ما ندير لك دابا المهم سير تنعيط لك وصلنا في الهضره وداك الشيء قالت لي واش سير بحالتك دابا سير بحالتك قلت لك ولا نقلبها معك صباط خت على راسي معايا راكي عارفه كلشي ديالها وداك الشيء خت على راسها ما كان عليا غير نطوي رجلي ونزيد في حالاتي ومشيت في حالاتي هذه القصه اخوتي المهم انا جيت نعاودها لكم وحكموا على مايا دابا ولا حكموا عليا Wondering what song is playing at the restaurant, the club,